حالة من القلق تسيطر على القطاع العقاري في قطر مع استمرار التراجع في أسعار النفط ومخاوف تقليص الإنفاق الحكومي. الكثير من الشركات والهيئات الحكومية تعيد تقييم احتياجاتها من المكاتب الجديدة. أعتقد أن تباطؤ الطلب على العقارات أثر في السوق، والقطاع الحكومي يمثل نسبة كبيرة جدا من المستأجرين في السوق، خاصة في مجال الأمنية التجارية، كما أن شركات النفط والغاز تقلص النفقات وبالتالي تخفض الطلب على مكاتب جديدة، وهذا الوضع أثر في المستثمرين الذين أصبحوا أكثر حذرا. شهدنا في الأشهر الثلاثة الماضية حدوث تراجع كبير في الطلب على المكاتب الإدارية في السوق، ومن المتوقع أن يستمر هذا في الأشهر الستة التالية. هذا لا يعني أن سوق المباني الإدارية سيشهد كارثة، بل سيكون هناك مزيد من الفرص، وأتصور أن على أصحاب تلك العقارات أن يبدوا مزيدا من المرونة. وفيما يتعلق بالقطاع السكني، فإن الطلب ما زال مرتفعا على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي انخفض الطلب عليها، ويشهد السوق تراجعا ملموسا في طلب الشركات والهيئات الحكومية على الأبنية السكنية، مع لجوئها إلى دفع بدل سكن للموظفين والتوقف عن توفير مساكن لهم. استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق أديا إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكن لم يؤثر على الإيجارات بشكل سريع، وتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير. هناك على الأرجح حاجة محدودة لوضع حد أقصى للإيجارات في هذه المرحلة، لأن الأسعار تسجل انخفاضات في مختلف القطاعات، لذلك يجب أن تترك السوق لتعمل بحرية، ومن المفترض أن يتم الحد من المضاربة في السوق. وفي ظل الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، تواجه قطر احتمال ارتفاع التوسع في العقارات الفندقية. السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية. أعتقد أن توفير غرف جديدة يتماشى مع متطلبات نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في 2022. لا أرى أن تلك الغرف كانت ستقام لولا المونديال، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة في المعروض. المشهد العقاري في قطر قد يتغير بصورة كبيرة في حال بقاء أسعار النفط على مستويات متدنية، إلى أن الشركات بدأت بوضع خطط للتكيف مع هذه المتغيرات.